بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الذاكرين وعلى من أنزل عليه الذكر، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني باللسان، واذكروني بالقلب، واذكروني بالجوارح. ذكر اللسان، ذكر الله باللسان معروف، استغفار، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الذكر لا إله إلا الله وما أشبه ذلك. الذكر بالقلب، أن يكون هذا الذكر باللسان متصل بالقلب، يعي الإنسان ما يقول. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل قل لا إله إلا الله. والعلم يكون بالباطن. وبالجوارح، ذكر الله بالجوارح أن تنفذ أمر الله وتسلك السلوك الذي رسمه الله تبارك وتعالى. أذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك ابن كثير رحمه الله يقول: شكر الله باللسان وبالقلب وبالجوارح. اشكروا لي أي اعبدوني وأطيعوني، وهذا دليل شكري. ولا تكفرون، لا تكفروا نعمي. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا وعبدي في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. الرزق أيها الإخوة ليس الدينار والدرهم، هذه وسائل يتبادل الناس فيها الرزق. أما الرزق ما ينتجه الله سبحانه وتعالى من هذه الأرض التي خلقنا منها أطوارا، نتغذى بنبات ينبت من أرض الله، ومن لحوم حيوانات ترعى على نباتات تخرج من أرض الله، فالله هو الذي يخرج الرزق، وهذا هو الرزق الحقيقي لبني آدم. كل ما يفعله بنو آدم أن يطوروا ويصنعوا هذه الأرزاق بأشكال مختلفة، ولكن أصلها من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يعيش على أرض الله ويتمتع بنعم الله، فلا ينبغي أن يطيع غير الله ويعبد غير الله كما يفعل بعض التائهين الضالين المضلين. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر حبس النفس على ما تكره، فهو حبس النفس على الطاعة، على طاعة الله، وحبس النفس عن معصية الله، لأن النفس تشتهي أشياء حرمها الله وحرمها لمصلحة الإنسان، وحبس النفس عن أن تضج وتجزع عندما ينزل بها مصيبة من مصائب الله. إذن اصبروا، أمرنا الله بالصبر وأمرنا بالصلاة. لما قرن الصلاة بالصبر؟ استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة الحقيقية هي التي تعين الإنسان على الصبر، وكثير منا صلاته ليست حقيقية. قد يهتم بالوضوء فيتوضأ بشكل جيد، ولكنه إذا دخل إلى الصلاة كان قلبه خارج الصلاة، فلا يفقه شيئا من الصلاة، كصلاة المنافقين الذين كانوا بعد الصلاة يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قال آنفا؟ يعني ماذا قرأ في الصلاة؟ ما فهم إيش قرأ، لأنه قلبه ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستمع للقرآن. بينما المؤمن عندما يقف بين يدي ربه يصلي بخشوع، كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الصلاة الخاشعة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإذا كانت الصلاة خاشعة تعين على الصبر، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم يقول سبحانه وتعالى:
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. المجاهدون الذين يجاهدون عدو الله، من هو عدو الله؟ هل هم النصارى؟ لا. هل هم اليهود؟ لا. عدو الله الذي يعمل على أن يتسلط على عباد الله ويمنعهم من أن يطيعوا الله ويريد منهم أن يطيعوه بشكل مباشر أو غير مباشر. فهؤلاء هم أعداء الله وأعداء البشرية وأعداء الإنسانية. هؤلاء الذين أرسل الله الرسل من أجل أن يحرروا الناس من تسلطهم بلا إله إلا الله، أي لا طاعة ولا خضوع إلا لله. إذن المجاهد في سبيل الله الذي يجاهد أعداء الله والمتسلطين على المستضعفين من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يجدون طريقا للخلاص من ذلك، هؤلاء المجاهدون إذا ماتوا فهم شهداء عند الله. وقد انقلب، ونحن نعيش في عصر الدجال، انقلبت كثيرا من المفاهيم، ومنها انقلاب معنى الشهادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يقاتل حمية مشان نصرة عشيرته وجماعته، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم من أجل المال، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما معنى كلمة الله هي العليا؟ أي ليحرر نفسه ويحرر الله من المتسلطين الظلمة. إذن السلاح في الإسلام ليس من أجل قتل الناس، إنما من أجل تحرير الناس، ولكن قلبت الحقائق فصار من يتسلط على الناس ويقتلهم إذا قتل يقولون عنه شهيد، حتى وصل بهم الأمر أن يقول بعض الناس شهيد الراقصة الفلانية، شقيق، شهيد محبوب، نعوذ بالله، هذا شهيد، هذا لجهنم. فمن كان يموت في سبيل إنسان بشر يتسلط على الناس فهو في قعر جهنم معه في النار. أما من كان يجاهد هؤلاء المتسلطين وأعوانهم وجنودهم إذا مات فهو ميت في سبيل الله، هو الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي يحيون عند الله في قبورهم حياة برزخية، البرزخ الفاصل بين الدنيا والآخرة، حياة برزخية يعلمها الله ولكن أنتم لا تعلمونها ولا تشعرون بها إلى يوم القيامة، ترون حقيقتها وتشعرون بها. والحمد لله رب العالمين.